يعد عناقيد الضياء أضخم عرض فني مسرحي عام الإسلام، تسعى من خلاله إمارة الشارقة إلى تقديم صورة حقيقية عنه بقيمها الإنسانية ورسالتها السامية، وذلك ضمن احتفالاتها باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2014، ويشارك فيه كبار المؤلفين والموسيقيين والفنانين العالميين والعرب. للمزيد عن هذا العمل ينضم إلينا في الاستوديو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة التنفيذية لاحتفالات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية. أهلا وسهلا بك ومبروك طبعا هذا الاختيار لمدينة الشارقة وهذا اللقب. خلينا نبدأ من يعني كيف تم اختيار مدينة الشارقة لتكون أو للفوز بهذه الجائزة؟ مدينة الشارقة أعتقد يعني قبل أن تفوز بجائزة أو بلقب عاصمة الثقافة الإسلامية، وقبل أن تلقب أيضا بعاصمة الثقافة العربية في 98، يعني عملت على التركيز على الثقافة، من المتاحف، من المهرجانات الفكرية والثقافية، من معارض الكتب، فأعتقد يعني كانت تستحق هذا اللقب الحمد لله. فجهود صاحب السمو حاكم الشارقة والأخوان الموجودين في الدوائر الحكومية، ومجهود أيضا دائرة الثقافة والإعلام اللي يعني خلال سنة. بس كانت المنافسة شرسة مع مدن والله أخرى. كانت في منافسة، لكن الحمد لله يعني نحن يمكن أيضا من دائرة الثقافة والإعلام عندنا حوالي 5000 نشاط في السنة. نعم. فهذا بنفسه يعني صحيح يساعد أكيد على الحصول على هالجائزة. طيب خلينا نحكي أكثر عن عناقيد الضياء، يعني عمل ضخم جدا ملحمي، إذا تعطينا فكرة من فين جاتكم أساسا أنكم الرغبة في أنكم تعملوا عمل بهذا الحجم؟ والله عناقيد الضياء يعني أول ما يعني وصلنا خبر أن الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية، صاحب سمو حاكم الشارقة أراد أن يدشن هذا الخبر أو الاحتفالية بعمل مسرحي، وبدأنا يعني بشكل صغير كعمل مسرحي، وبعدين صار لا المسرح صغير، مسرح مؤقت، مسرح دائم، وبدأ العمل يكبر. فكانت الفكرة أن يكون هناك رسالة من خلال هذا العمل من الشارقة للعالم الأجمع، يعني عن الإسلام وعن سماحة الإسلام. فكانت الفكرة أن ليش ما يكون هناك عمل يتكلم عن السيرة النبوية وعن الإسلام بداياته، فوقع الاختيار على عناقيد الضياء على قصيدة من الدكتور عبد الرحمن العشماوي، وبدأنا في تلحينها وفي اختيار الممثلين وفي اختيار الشركات التي تقوم بإخراجها. شفنا مشاركة كبيرة لعدد كبير كمان من الفنانين أو المطربين اللي أعطوا صوتهم في الملحمة، منهم طبعا فنان الإمارات حسين الجسمي، علي الحجار، محمد عصف. كيف كان التعامل معهم؟ هل من أسماء أخرى يمكن شاركت والله في العمل؟ يمكن خلينا نقول أن العمل يعني في كل مرحلة مر بأسماء كبيرة، يعني دكتور عبد الرحمن العشماوي معروف في مجال الشعر، فكان له حظ الشعر وكتابة الملحمة كاملة. يعني الأستاذ الفنان خالد الشيخ أبدع في تلحين العمل كامل. الفنانين أربعة، حسين الجسمي، لطفي بوشناق، محمد عساف، وعلي الحجار. فهذه طبعا راح يثرون أيضا العمل المسرحي هذا، وعندنا حوالي 200 ممثل على المسرح، راح يكونون عندنا حوالي 350 شخص خلف المسرح وقت الحفل. راح يكون هناك بعض المفاجآت يعني الخفيفة في الحفل، لكن في استخدام للتكنولوجيا المفروض بشكل كبير، يعني يمكن التكنولوجيا المستخدمة لم تستخدم قبل في هذه المنطقة، سواء من ناحية المؤثرات الصوتية أو البصرية أو من حتى ناحية البروجيكترز والأشياء يعني حيكون في إبهار بشكل إن شاء كبير الله. إن شاء الله. طيب شيخ سلطان، احنا بدينا نشوف طبعا عملية بناء المسرح، يعني انت كما ذكرت يمكن ما كان في مسرح يليق بهذا العمل، فقمت ببناء المسرح. حدثنا عن خطوات بناءه وكم تكلفته بلغت والمدة الزمنية كم؟ المسرح يعني مثل ما قلت جاء في فترة بسيطة، يعني الفكرة جاءت ان خلنا نبني مسرح ونعمل عليها العرض، فلم يكن امامنا الا سوى بضعة اشهر، فالمسرح انبنى في حوالي 4 اشهر.
والعرض ايضا صمم في 4 اشهر. المسرح تقريبا تكلفته فوق ال 140 مليون درهم. والعمل انتم ضربتوا يعني يعني زي ما اقول انه ايش يعني عملتوا انجاز لكثير من الاماكن، يعني خصوصا في كثير من الدول المشاريع بتاخذ سنين طويله، فانتم ما شاء الله فبشوف خلصتوا مسرح كامل يعني شيء. احنا الشركه اللي جت تسوي العرض قالت وين بنسوي العرض؟ فقلنا لها في هذه الجزيره. طيب وين المسرح؟ قلنا انا بيكون موجود ان شاء الله خلال 4 اشهر. انتوا ابدوا واحنا بعدين نحن نبدا معاكم ان شاء الله. فالحمد لله. كم بلغ تكلفه العمل ككل؟ العمل والله ما زال يزيد في الفاتوره، لسه الفاتوره شغاله. لكن احنا عندنا يعني الحمد لله صاحب السمو اعطانا موازنه مفتوحه لهذا العمل، لان هذا العمل يستحق الصرف عليه، لانه يحكي سيره الرسول عليه الصلاه والسلام، وايضا يتكلم عن الاسلام خاصه في هذا الوقت اللي محتاجين فيه يعني نعرف سماحة الإسلام تحديدا. طيب بس الواحد مثلا في عمل زي كده يتوقع أنه كل اللي بيكونوا عاملين عليه مثلا يكونوا عرب، يكونوا مسلمين، لكن أنتم ما شاء الله يعني عملتوا الأمم المتحدة في هذا العمل. كيف كان التعامل مع الكل؟ نحن يعني شفنا أن هذا العمل يستحق أن يعمل عليه جميع الأشخاص من كل أنحاء العالم. نحن حتى الأشخاص اللي من أستراليا، من ألمانيا، من أمريكا، كلهم اللي اشتغلوا عليه يعني حبوا هذا العمل وقاموا يرددون بعض الكلمات من هذا العمل، يا محمد اقرأ. يعني الأشخاص اللي هم ما لهم صلة بالإسلام صاروا مقربين بطريقة ما إلى ديننا الإسلامي. فالحمد لله هذا جمعنا نحن كعالم يعني في هذه الفكرة من العمل بالأساس. فكرة يعني أكيد يعني هذه أيضا إحدى يعني الأشياء اللي يطلقها هذا العمل. يعني القرب من الجميع. إذا هل هناك نية أنه تأخذوا هالعمل وكمان تطوفوا به تحديدا الدول الغربية، مو فقط الدول العربية؟ يمكن الدول العربية عندها فكرة عن السيرة النبوية الشريفة، ولكن يعني نحن يمكن كلنا عندنا فكرة عن السيرة النبوية، بس حضورنا للعمل يخلي المشاعر تبدأ تطلع يعني، لأنه عمل مؤثر جدا. فقلنا هذا العمل ما يستاهل أنه يكون في 5 عروض فقط. فنحن إن شاء الله بعد ما ننتهي من هال5 عروض هناك خطة لنقله إلى الدول المجاورة، إلى الدول العربية، الدول الإسلامية، وإن شاء الله إلى الدول في العالم أجمع. جميل. وأنتم جايبين أوركسترا ألمانية كمان تحديدا، أعتقد كمان بنشوف الآن صور على الشاشة، إشمعنى اخترتوهم هم تحديدا؟ والله نحن تعاملنا مع الشركة الأسترالية اللي عملت على هذا العمل وبالنتورك الموجود معها، فرأينا أن أفضل شيء يكون هناك بسمع شوية من الموسيقى يمكن ملحمية. صحيح. ملحمية أكثر ما يعني منها طابع يمكن عربي أو شرقي. والله خالد الشيخ يعني فنان في التلحين، وإضافة الأوركسترا الألمانية أضافت الكثير أيضا للحن. هل من السيرة النبوية الشريفة هل ركزتوا على مواضيع معينة أو حقبات معينة؟ ركزنا من بداية قبل الإسلام إلى ما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحكي القصص من خلال هذه القصة. يعني العرض تقريبا 1 ساعة و40 دقيقة. لكن فإيش اللي اخترتوا من طبعا هي طويلة، إيش هي طويلة اللي اخترتوا تركزوا عليه؟ والله اخترنا أهم المراحل التي مر فيها أو مرت فيها السيرة النبوية. فاخترنا يعني مثلا بدايات ولادة الرسول، الهجرة، المدينة، مكة، ووفاة الرسول. فكل هذه الأشياء جمعناها في النقاط الأساسية يعني إذا نقدر نقول. طيب ما شاء الله يعني كمية الناس اللي كمان بيأدوا على المسرح برضو بيحتاجوا أزياء خاصة، خصوصا لما نتكلم عن حقبة معينة. صحيح. فهل جبتوا أحد مخصوص لهذا الموضوع؟ والله مثل ما ذكرت أنا نحن تعاملنا مع الأفضل كل في مجاله. فالأزياء تم تصميمها في إيطاليا. أنا استغربت حتى من السيوف، السيوف عليها نقوش وسيوف كفار قريش غير عن سيوف المسلمين، وما داخلين يعني في الموضوع صح. بالتفاصيل يعني تعرف ذكرتني شوي بمسلسل سيدنا عمر اللي قامت به الام بي سي، برضه كان في كده هذه النوعيه من الاهتمام بالتفاصيل، وبرضه احتاجت يعني شركات عالميه عشان تسويها. صحيح. يعني هو بالفعل يعني العمل هذا على مستوى كبير جدا. ومثل ما ذكرت الميزانيه مفتوحه لان عمل ضخم ويستاهل. طيب احنا طبعا بندعو كل الناس، هو الاسبوع القادم الافتتاح وسيكون العرض لعدد من الايام، بندعو جميع الناس انه يروحوا يشوفوا عملنا اولا يستحق ان شاء الله. طبعا نشكرك على وجودك معنا، كان معنا في الاستوديو الشيخ سلطان بن احمد القاسمي رئيس اللجنه التنفيذيه لاحتفالات الشارقه عاصمه الثقافه الاسلاميه. شكرا شكرا, 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 شكرا لك.